على استعداد أن نقوم بصفقة التبادل نخرج فيها العدد الذي يجب أن يخرج لأسباب مرضية ولأسباب لطول العمر، لأسباب أمضى فترة طويلة في السجون، وفي مقابل ما عندنا الذي لا نفصح عنه حتى نستطيع أن نحقق هذه الغاية. إحنا في صفقة شريط حققنا أكثر من 400 شخص، وهذا بالنسبة لنا كان مكسب كبير. الذين خرجوا استلموا مواقعهم في الضفة وفي غزة وفي غيرها حتى استطاعوا أن يكملوا مشوارهم إن شاء الله. يعني بفهم منك دكتور محمود أنه بالنسبة لهوية الوسيط الأمر ما زال مفتوحا وقابلا للأخذ والرد، لأنه تجربتنا السابقة كان في أكثر من وسيط. يعني لو تحدثنا كان في وسيط من الانترناشنال كرايسيس جروب، بعدين اجوا ناس من ألمانيا، بعدين دخلوا على الخط المصريين، وبالتالي عشان لأن تجربتنا بهذا النمط يفضل ألا يعني نتحدث في وسيط إلا بعد أن يستقر الأمر واتفاق الأطراف ويبدأ العملية التفاوضية، ساعتها نستطيع أن نقوم. يعني ممكن الآن الوسيط يكون روسي، قطري، تركي، غير ذلك؟ ليس عندنا مانع أي إنسان طالما أن يكون وسيط نزيه ومن غير منحاز.